هل في رأيك الزمالك بعد الهدف استهتر؟ هل أضاع فرصة قتل المباراة؟ هل ما كانش فيه تركيز مناسب؟ هل كان يقدر يحافظ على الهدف والفوز ولا لا؟ أعتقد هو في عيب تاريخي موجود في لعيبة الزمالك، من يعني أي حد بيشجع الزمالك أو حتى متابع جيد للكرة المصرية هيعرف إن في سنة كده ميل شوية لإبراز شوية جماليات في الكورة والحتة دي. أنا مش ضد إن يبقى ليك مدرسة وأسلوب لعب والكلام ده، بس ما يبقى كل عناصر الفريق متاحة إن هي تعمل كده. يعني ممكن زمالك دايما تاريخيا كورته كان بيبقى فيها عدد كبير جدا من لعيبه الكوره المهاريين وكذا، صح. احيانا ممكن يخسر واحيانا بيكسب اكتر يعني، ولكن كان في القدرات اللي تعمل كده. فما الكوره كانت بتعاقبهم كانت ممكن تعاقبهم ماتش كل 5 ماتشات مثلا، تعاقبك على التعليق ده ماتش كل 5 ماتشات. انما اما تبقى القدرات نفسها مش عاليه عند عناصر كتير في الملعب، فما يجيش العناصر اللي عندهم شويه كوره يتكبروا على الكوره، لان بقيت زمايلك مش هتشيل معاك، صح. انت دلوقتي على فكره انا مش ضد ان الفريق يكون عنده استحواذ سلبي في توقيتات قبل نهايه اللقاء وتمسك الكوره في رجلك وتنقلها كتير وحاجات زي كل الفرق في اوقات اما تبقى الكوره معاها ممكن جدا ان يستحوذ سلبيا وما يبقاش الهدف ان انت تطلع تجيب جون، ده مشروع في الكوره، صح. ولكن لما تبقى انت واثق ان اغلب عناصر الفريق عندها قدره على الاحتفاظ بالكوره، ولكن في فرق بين ان انت تحتفظ بالكوره معاك وفي فرق بين ان انت في الثلث الاخير تاخد قرارات صح. صحيح. في يعني الكرات مش شبه بعض. صحيح. تعال نشوف كرات كتيره كانت ممكن الزمالك ما يسمحش فيها للمقاولين بالرجوع عليه وعملها غلط. يلا بينا. نبتدي اول كوره. دي كوره ملهاش دعوه بالتعالي على الكوره. وقف هنا، وقف معلش قبل ارجع لي سنه صغيره لو يعني يتكرم. يلا نرجع تاني يا جماعه بعد اذنك. في اللحظه اللي قبل ما اوباما يقرر فيها ان هو يباص، لو نرجع بس ونقف يعني هو اول ما هتوصل اوباما هنا ده مش تعالي على الكوره، دي هجمه مرتده مثاليه جدا. لا ده ده لا ده ده مش دي اللقطه، انا كنت عايز نرجع من الاولانيه. ابعته اللي قبلها. اللي قبلها بس عشان خاطر انا لا مش دي مش دي، اللقطه اللي قبلها. لا هي دي. مظبوط. هنا مالناش دعوه بالتعالي خالص، الراجل عدى والفريق طالع، وقف بقى وقف يا خلاص ما وقف ماشي خلاص هي هنا حلوه قوي. هنا ده اختيار غلط يا كريم، هنا مالهاش دعوه بلا تعالي على الكوره ولا اي حاجه. ده الفريق طالع بمنتهى الجديه، 4 طالعين هجمه مرتده يقتلوا اللقاء، صح. هنا قدرات اوباما في التمرير هي اللي ضعيفه. اوباما عمل مباراه جيده، ولكن هنا يا اوباما كل يعني المحللين زيزو. هي زيزو ببطن رجلك، ليه بقى؟ هيبقى زيزو جاي مفتوح عليه كل الزوايا، المدافع هنا قريب جدا من نضاي، وانت حتى اديتها لنضاي، نضاي رايح انت بيديها له يفتح تاني ناحيه اليمين، طب نضاي راجل اشول لازم يبقى جوه، زيزو هو اللي بيلعب ناحيه الشمال ورجله اليمين لجوه، زيزو يروح يجيب جون، نضاي عمره ما هيروح يجيب جون، يعني نضاي اخره يرجعها لك تاني، فده اختيار غلط، ده مش تعالي على الكوره، دي قدرات اقل في اوباما في التلت الاخير. لا لا دي انا متفاهمين، دي ما فيهاش ابدا تعالي على الكوره، هو ده قرار خاطئ رغم ان هو عمل مباراه جيده، بس دي كانت من ضمن الحاجات طبعا اللي كانت تحسم اللقاء وكانت محتاجه تتعمل افضل صحيح من كده. ده قرار خاطئ. دي بقى نيجي للي بعديها. يلا. ودي بقى دي بقى من نضاي غلط، نضاي هنا وقف بعد ما الكوره خبطت في زميله، هنا دي بقى دي اللي ممكن تتوصف ان هي اسوأ لحظات التعالي بقى. واللي اسوأ منها زي ما انت قلت يا كريم كان تسقيف لغايه هنا اوباما مش غلطان، ولغايه هنا مش غلطان، ولغايه هنا مش غلطان، وقف بقى كان لازم يباصي، الكعب الاخير هو ده التعالي، صح. اللي هي مشيت معاك، انت كنت مضغوط وعديت 1 و2 وفي لحظه لازم تباصي. عجبه اللقطه. وسوريو جاي برضه. دي بقى غلط، دي بقى غلط كبير جدا، يعني هي اللقطه هنا بتتعاد، انا بتكلم معاه هنا لغايه دلوقتي اوباما ما فيش الاوبشن ان هو مضغوط عليه 1 و2، عمل لقطه جيده جدا، دلوقتي لغايه دلوقتي برضه مضغوط ما يقدرش، دلوقتي بقى هي دلوقتي، دي اللي غلط، كانت من قبل ما يعمل انت عارف معلش ارجع سنه ارجع سنه هو عادي ممكن ياخد الكرة ويجري كمان. ايوه يعني فاهم؟ او يحط لزيزو من ورا الباقي. انا بقول لك زيزو عنده سريع دلوقتي. دلوقتي يا كريم يعني يطول ويجري بالظبط، يطول ويجري او يحط لزيزو ببطن رجله لقدام وزيزو يروح. لا وكنا هنقول عليه ميسي برضه لو جري بالكرة او بصاها. دي بقى دي هي دي التعالي. دي التعالي. اخر لقطه بقى معانا هات اللي بعدها اللي هو ايه ده برضه هي انت انا مختلف معاك فيها. الكعب مش لازم يكون تعالي، عادي جدا ان انت تستخدم الكعب في التمرير لغايه دلوقتي برضو ما هو عادي، انا محتفظ بالكوره سلبي لغايه دلوقتي برضو لغايه دلوقتي كان عادي جدا، ده الاحتفاظ سلبي بالكوره. الغلطه هتيجي يعني هي هنا مالهاش دعوه بالتعالي قد ما بالقدرات اللي انا بقول لك فيه، قدرات زمايلك هنا. بص الزناري، الزناري معروف هنا، بص اول ما هتتمرن للزناري، الزناري قليل جدا في مقاومه الضغط، هو اختار اختيار غلط تماما،
لازم بداك يروح ناحيه الشمال بقى. انت جايلك كل لعيبتك اللي عندها مهارات في الكوره، شيكابالا، زيزو، شلبي اللي عندهم قدره احتفاظ بالكوره موجودين في الشمال، فلازم تميل الملعب ناحيه الناعس اللي انت بتثق فيهم. صح. اختيار هنا بقى كان غلط جدا ان هو يروح ناحيه اليمين ويزنق نفسه، هو قدراته ضعيفه جدا في الاحتفاظ بالكوره. لو تكمل الكوره دي وازاي الزمالك اهدى المقاولين ركنيه، بص برده محمد طارق نوقف، انا على فكره بحيي محمد طارق على اللقاء اللي عمله، بس محمد طارق من الناس اللي لازم تتحسن في اللعبه بالكوره. كل لقطات طارق الجيده لما الكوره تبقى مع الخصم ويسترجعها، ولكن والكوره مع الزمالك طارق اختياراته سيئه جدا في التمرير. يعني هي دي التمريره اللي نتج عنها هدف المقاولين، كانت تمريره سهله جدا من طارق. صح. راجل بيلعب منتخب اولمبي. طيب محتاج يركز افضل. آخر لقطة. طبعا اخر لقطه دي مسؤوليه. طيب. كامله لعبد الغني. دي كملها كملها. لا كمل كمل اللقطه ما ترجعش تاني. اه دي كورنر. اه دي كورنر ركنيه على عبد الغني من قريب. ومسؤوليه كامله على عبد الغني. ماشي. اللي هو انت بتختار اختيار التحجيز على الكوره، وده مش الاختيار الافضل وقتها، اختيار التشتيت دايما هو الاختيار الافضل في الدقائق الاخيره، وتنقل المشكله لنص ملعب المقاولين. مشكله الزمالك يا كريم هتيجي بقى في الصوره الجايه دي. خلينا نبص على الصوره، انت بعد الهدف تعال نشوف المقاولين قبل ما يجي فيه الهدف كان عامل ازاي في الشوط الثاني. بص يا كريم، دي محاولات المقاولين على مدار اللقاء، محاولات متواضعه جدا في الشوط الاول. طبعا البار هو الازرق. فبص بعد الهدف في اخر 10 دقائق الزمالك اتشاط عليه بلوكد كوره، بار كوره اللي هي كوره القايم بتاعت احمد علاء، وان تارجت اللي هو كانت الهيد اللي الزناري حطه في نفسه، وجول. اربع كرات والمقاولين طول اللقاء يعني عامل اقل من كده بكتير ومش عامل حاجه في الجون. صح. يعني المقاولين طول اللقاء مش صح عامل صح حاجه في الثلاث خشبات اساسا وجوه الجون. لا ده المقاولين هي واحده بس من دقيقه 30 45 في واحده بس اون تارجت وكره ثابته. كره ثابته بالظبط كده. طب الكره الثابته دي يبقى انت المفروض تستموت ان انت ما تديش المقاولين كور ثابته. الزمالك ادى المقاولين في اخر 10 دقائق اربع ركنيات، رقم كبير جدا على فرقه ان هي بتدي كرات ثابته لفريق مميز. تعال نشوف المقاولين في الشوط الاول هدد مرمى الزمالك عن طريق الهد بتاع محمد سالم. ما هو اللعيب لازم يبقى فاهم. يلا يلا عشان انا معيش وقت للاسف. حلو. خلصت. اللعيب لازم يبقى مدرك انا الخصم بتاعي مميز في الكرات الثابته، يبقى انا بخيل عليه جدا في الكرات الثابته. برافو عليك. هي دي كره خطيره جدا، وكان ممكن، وعلى فكره دي واحده من اهم مميزات الكابتن شوقي غريب، يعني ان هو معاه فرقه بيشتغل على الكرات الثابته بشكل رائع جدا.